FM. الكل مليك. ماذا قال الناس والإنترنت على الإنترنت؟ البنك المركزي التونسي يخرج بلاك ليست، شنو فيها زعمة؟ تفاصيل مع معاذ الشريف. باش نحكيو في دنيت اليوم القرار البنك المركزي اللي هو خرج سيركولير كامل فيه عديد وعديد نجم نقولوا لي برودوي اللي اصبحت ممنوعه بين ظفرين بطبيعه باش ما يتمش استيرادها من بلدان خارجيه، هذا في اطار بطبيعه المحافظه على العمله الصعبه والمحاوله من تقليص العجز التجاري اللي تعاني منه تونس. في الحقيقه عديد نجم نقولوا معناتها المنتوجات اللي تم معناتها البنك المركزي حظرها وحظر استيرادها، خاصة منها منتوجات الفلاحية اللي نجم نقولوا استراتيجية كاملة باش ما يتمش استيرادها، كما الكيوي حكيو منتجات معناتها الفلاحية كما الكرموس في نوعيه هذوما اللي حاجات تشوف معناتها الحاجات نجم نقولوا اللي قدرها البنك المركزي اللي هي ماهيش نافعة للتوانسة، مش الأولويات معناتها نتاع التوانسة. القائمه هذه احنا في انتظار جبالنا صفاء قصيده المنتوجات في قلب البيضاء، هو احنا جزء من المنظمه العالميه للتجاره، معناها لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس، والمنظمه العالميه للتجاره تقول لا ليبر سيركولاسيون دي برودوي دي مارشانديز، يعني الانسان يبيع وين يحب المنتوجات نتاعو. قبل كانت الدول كيفاش تحمي المنتوج نتاعها، تعمل دي بارير دوانيير اسمها اجراءات حمائيه، يا خويا انا عندي نصف ستيلوات انت تجيب لي ستيلو، انا ستيلو يتباع ب 300 فرنك تجيب لي ستيلو يتباع ب 130 فرنك، انا هاني تعمل لك اجراءات حمائيه 600% ستيلو كيولي ب 900. بعد قالوا لا باهي سافا با، لكن يقولوا بالنسبه للبلدان اللي تعاني من تطور لا متكافئ وتعاني كذلك من تخلف اقتصادي واجتماعي وتعاني كذلك من اضرار نتاج خاصه التاريخ والاستعمار وحاجات كما هكا والبنى التحتيه الغايبه وغيره، عندهم الحق باش يلجؤوا الى لي كلوز دو سوفغارد زي ما يسميهم، وهي اجراءات انتقاليه تقول اذا كان عندك منتوج وطني ومنتوج بالخارج ينجم يكسروا بحكم المنافسه الغير شريفه موضوعيا تحمي انت المنتوج نتاعك. دونك انا نقول لك ديما احنا طلبنا به، معناها احسن اكزومبل هو القلوب التركيه، تجيب في ديكليبات ترك بلانش وكل شيء وتهلك في المنتوج نتاعك نتاع الفلاحه في تونس، عباد الشمس خاصه جهه باجه ونفس البلايص كيما كيك. دونك اليوم ثم ناس قالوا يا خويا علاش نجيبوا احنا في دي برودوي عندنا في السوق الوطنيه؟ ما هو تاخذوا لنا اجراءات انتم نتاع منع استيلاد بعض المواد والا كوتا، افرض كوتا انت معناتها من داخل كان تعمل بوليتيك دي كوتا، كان كوتا معينه زاد اي بوليتيك دي كوتا تنجم وكذلك ونتعاملوا بها مع الاتحاد الاوروبي ولا غيره. ثانيا تنجم انت دي برودوي ثم دي برودوي زاد قاعده تدخل تونس ما تنساش الزهر الرئيس كونسيليجين بلاستيك مونش كونترولي حكيت كاك تو هما تو في بلدان متقدمه ولا يقول لك كلو سوسيال يقول لك اش معناها خدام ياخذ في الشهر 60 دينار باش يستعمل كول اديداس باش نلعبوا بها ماتش في ماتش بارسون، يقول لك لا يا اخي انا هذاك يعيش في ظروف قاسيه ولا انسانيه ولا مهينه وحاجات كيما هكا ولا وان تريتمون معناها كاين اون اسبيس دو تورتور الانسان يخدم في الخدمه هذيك لانه تصرف مهين وغير لائق ويمس من انسانيته ويمس معناها من ذاته ومن حرمته، وبالتالي اليوم حتى لي كلوز سوسيال ولات موجوده. دونك اليوم كون تونس تلجا لهذا مهم جدا، وهذا وين يطرح اساس؟ طيب احنا كان ناخذوا ديفيسيت كوميرسيال تاعنا، تو كنت نقرا في مقال يقول هبطتوا افريكس ليبون جو، مقال مهم ياسر مصورين فيه الباجي قال السبسي مع كريستين لاغارد، يقول تونسي هذا سيلفان فيد زراكو كتب مقال خرج اوت البارح، قلت تونسي كونترارمون اوز اتون دو فامي لا ديبريسيسيون دو دينار اغرافي لو ديفيسيت كوميرسيال، لان لو فامي قال عاوموا الدينار توا ديفيسيت كوميرسيال نتاعكم ينقص، سي با فري وقتاش؟ وقت اللي تولي انت تصدر اكثر من تستورد، احنا لحد الان عندنا عجز تجاري اللي نستوردوه اكثر من نصدروه. كان ناخذ الدول اللي احنا عندنا معاهم فور اكزومبل ديفيسيت كوميرسيال، تو تلقى اسبانيا تو تلقى تركيا تو تلقى روسيا والصين اساسا، هذوما البلدان الاتحاد الاوروبي في جمال واحنا رابحين معاه، فرنسا احنا رابحين معها فهمني، ساعات تطلعوا طاولة وساعات نصدروا لها اكثر من اللي تعطينا، لكن المشكله مع البلدان هذه كي تشوف تو تقول له ساي سيدي سيتي الفاكتور انرجيتيك نمشي معاك، معناها نستوردوا منها في مواد طاقه، لكن الصين شنو نجيبوا منها؟
بيعنا شوية منتجات قدامنا مش شوية برشا هما 200 هما في الحقيقة 220 فوالا 220 برودوي قائمة خلطت لنا باقي برشا تيجوا تيجوا فيها هيا كلاسي مو هذا نبداوكم فما البواسون فيمي الرنجة الرنجة معناها البواسون فيمي لو ادون فيمي خاصة والا الحوت اللي نجيبوه من هولندا ونجيبوه من بلدان لي فروماج فما لانه عندنا دي فروماج اكسلون في تونس العسل الطبيعي فما الفلوغ اي بوتون دو فلوغ كوبي معناتها حتى الورد كانوا بين لي بوكي وقت اللي عندنا احنا اليوم في الساحلين وعندنا في مناطق اخرى ونصدروا في الواحد النوا دو كوكو هذا بطبيعه زوج الهند الاموند فريش او سيش اللوز الشايح بطبيعه هنا نحب ندخل تونس اول منتوج عندها في الشرفاس اغريكول اللي هي 4 ملايين هكتار خاطر الشرفاس اغريكول كبيره لكن اوتيل يستعملوا فيها عندنا 4 ملايين هكتار منهم مليون و600 الف هكتار ماشيين الزيتون ومن بعد شنو ثاني منتوج في تونس هو الزلاوز زلاوز يعني بعد الزيتون عندنا اللوز واللوز بعدي ويطلع اي برودوي فور علاش تجيب انت في اللوز من خارج وانت اللوز بتاعك تنتج بعد نلقاو البيستاش موجود عندنا بنوعين هايله خارقه العاده سون كوك فليش وستي وعندنا في القروان وعندنا في قفصه وعندنا في بلايص اخرى ولانه القرار هذا ولانه القرار هذا خلى لي برودوي الموجودين في الحماسه دوب السعر نتاعهم فما عندك البنان بطبيعة بنوعيه خيش وسيش الدات التمر بربي الدات إذا كان ناخذ العام اللي فات رغم اللي الانتاج نقص 20% زدنا أكثر من 20% على مستوى المداخين دخلنا 670 مليار من الدقلة وحدها يعني تونس توا أول مصدر عالمي للدقلة 670 مليار دخل كم الدقلة وين نمشي نجيب التمر والدقلة من بلدان أخرى الفيق الكرموس في الكرموس ما نصوروش نجم ما تعرف كاتون كاتون اللي حاب يحط الكرتاج كان يهز الكرموس الكحلي الزيدي بتاعنا ويزولهم للسيناتور لومان يبداو ياكلوا فيه بلين ياسر لك ها قول لهم هذايا من بلاد قريبه مازال فريش الكرموس دالندا اسكر تقو يجيبوا تحتيه مقرطاج وعليك التوانسه معناها يجيبوا ياسر بنات يسموه دالندا جاي من دالندا اسكر تقو باش يجيبوا ولد دالندا دالندا تحيه دالندا ستاندرتيست نتاعنا الافوكا بطبيعه الجوياف الريزا التمر بطبيعة الباستيك العنب احنا بلاد العنب عندنا المسكي وعندنا واش يستوردوا فيه العنب فهمتش ما حوس تفهم وعليه معناتها يستوردوا فيه معناتها الكعبات اكبر من مادام حطيتهم في لندن مادام قاعدين يستوردوا فيه الابريكو المولون البطيخ البيش الباستيك نقص كان دلاع تهيوزن برشا حاطين الباستيك الكيوي العوينه الكيوي الكاكي التمران البوم دو كاجو الفروي دو جاكي هذوما كل فواكه لي فرانبواز نمشي كاتيجوري اخرى السردينة نستوردوا السردينة عندنا اللاتش وعندنا الساردة وعندنا لافيرو عندنا السردينة وعندنا النشوبة نشوة باهم بعد فما الطون فما الطون اللي ستالوس معناتها معامل مش معلم عندنا عندنا طن والطن سكروا خاطر ما عادش عندنا لي مدراك نتاع سيدي داود كانت عندنا واحدة في بنزرت واحدة في زرليش لكن توا الطن رجع بقوة عملوا له روبو بيولوجيك ارجع وعندك انت البونيت وعندك التون الاحمر والتون الابيض وغيره وتونس كانوا يستوردوا سي تان بلا امبريال جابوني يجيو لي باتو جابوني ياخذوه وياكلوه يهزوه معناها سي تان بلا فما المشروبات الروحيه زاد كيف البيير دو مالت مشيت انا صفحه 220 برودوي صفحه ثلاثه عندك الويسكي عندك الجين فودكا الليكور هذوما زاد كيف كيف الكول ايتيليك لو دو فان فوالا لي ويسكي لي بواسون نون الكوليك بانتور اي فيرني دا باز بوليمير شامبوان بيان سور لي شامبوان بريباراسيون بور كونديلاسيون فريزاج لاك تاع الشعر باهي لي بورت اي لور كادر شامبران لو اسوي يسمى لي تقاه يجيبوا فيه وبيبان يجيبوا فيه منتج كما هكا ولا احنا شرينا باب تركي فور اكزامبل الوالده شريت باب تركي بالحق ولا باب تركي كامل اجا برك حطه كهو حطه بلاتو بلا اسيت تاس غوبلي ارتيكل سيميلير اون بابي اون كارتون اون بامبو انا نحكي لك بعد وقعت وزيره السياحه نتاعنا التونسيه مشيت لبلاد شقيقه حطوا لها ماكله في حاجه الطاجين خارق العاده قلت شنو هذا؟ اوه تخي بو كان نعملوها نعتمدوا في تونس
جات لقات الجزيرية خاطر مجد الجزائر مستوى الديرو من تونس بالنابل فما زاد تونس بلاد الماغور مش بدو واضحين معناتها ماغور إليه ماغور لا ماغور هو أجريكولتور هو فوالا هو أونسيكلوبيديست كتب كتب معناها لو بلو كرون سيليكتيف في التاريخ نتاع الفلاحة عملوا ماغور هو 28 توم ماغان تونسي وكده وطول جمال الكتاب هذا ترجمه تونسي اسمه دونيس دوتيك ولما روما حطمت قرطاج حرقوا الكتب بالكل وعملوا كل شيء اما استثناوا هذا الكتاب وهو اللي حكى على الجوتا جوت وهو حكى على بار اكزومبل كيفاش تعمل تلقم وهو اللي حكى زاد على الفينيوبل حكى على ياسر حاجات ماغان وهو منه جاء اسم ماجن مش ماجل ماجن جاي من ماغان ولا تونسي يا جماعه حتى الكليم نستوردوا فيه الكليم هاي الكليم تابي دي كليم ولا كليم ولا شماكس تابي اي ماتيغ تكستيل ا بوان نوي او انغولي ميم كونفكسيوني الكليم نتاع الكليم احنا نجيبوا عندنا كليم وزرف وعندنا كليم قفصه وعندنا كليم الشمال الغربي قداش من الناس معناتها وعندنا زربيت القروان فلسوا من النوعيه هذه نتاع التوريد فما زاد اللي قبلها لي كارتليتر لي زونفولوب البوات البوشيت بابي معناتها مشوار حتى مشوار زاد نستوردوا معناتها سمعت حتى الواقي يستوردوا فيه زاد كيف كيف وقال لك باش عاش يستوردوه ايه قالوا زاد لازم يوفروه في لي فارماسي لازم اما صناعه حتى حتى تويو فليكسيبل فونتيلاتور كليماتيزور سبليت حتى شوفوا هذوما موجودين في تونس دونك الناس قالت عني سي شوفو شو انا نجيب سي شوال من خارج فهمني كويخ فوخشيت لوش معناتها كالمغارف وسكيكن ولا واحد يجيبوهم من برزة كيف كيف ريفريجيراتور كونجيلاتور كونسيرفاتور اوتر ماتريال لا معناتها فريمون انكرويابل قاعدين نقراو مستمعينا توا في المنتوجات اللي معناتها نجي نسوردوا فيهم من الخارج واحنا موجودين عندنا في الداخل معناتها الناس اللي تصنع في الشيء هذايا على شفا الافلاس معناتها من البرودوي هذوما اللي عندهم تنافسيه كبيره ياسر وكيف كيف الخاص مش غاليين وساعات نلقاهم في السوق السوداء بالضبط هذه المشكله زاد كيف نعطي فكره على القرار اللي اخذه البنك المركزي للمراسله اللي نزلت الفصل الاول لا يمكن الوسطاء المقبولين وضع اعتمادات على ذمه حرفائهم بغايه تمويل توريد المنتجات التي تعتبر غير ذات اولويه موضوعه القائمه المضمنه بالملحق لهذا المنشور الا اذا وفر الموردون ضمانا من اموالهم الذاتيه يغطي كامل قيمه الواردات المزمع انجازها هذا الفصل الاول الفصل الثاني تشمل الاعتمادات المشار اليها بالفصل الاول من هذا منشور جميع التمويلات سواء كانت في شكل قروض أو تسبيقات أو اعتمادات مستندية أو ضمانات بنكية أخرى أو غيرها ويقصد الأموال الذاتية المشار إليها بالفصل الأول من هذا المنشور الأموال المودعة نقدا من قبل المورد لدى الوسيط المقبول طبقا للتشريع الجاري به العمل الفصل الثالث تستثنى من أحكام الفصل الأول من هذا المنشور العمليات التالية العمليات المتعلقة بالمنتجات التي يتم توريدها في إطار الصفقات العمومية لفئة الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية العمليات المتعلقة بالواردات موضوع اعتمادات تم التعهد بها من قبل الوسيط المقبول والشروع فعليا في تنفيذها من قبل تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ الفصل الرابع والاخير يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار به شكرا معاذ الشريف على شرط زاد وين تكون متوفره هذه في السوق ولا يقول لك اللي ينجم يجيبها يلزم يضمن كذلك القيمه نتاعها ونقدا حسب ما يقولوا في الفصل هذا لكن شمروا على ذراعاتكم يا صناعيين يا توانسه باش تعملوا لنا برودوي دو كاليتي باش نستشري على خاطر فوالا جوستومون هو احسن حمايه هي لا كاليتي معناها البرودوي كي تبدا عنده المواصفات معينه ومتماشيه مع المواصفات العالميه وبيان سور السعر نتاعو لما يكون في متناول كابافان الكلمه ليك